الخير ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من بوب اب نيوز. كنتلاقاو بكم كل نهار من اثنين حتى الجمعه باش كنتقاسموا اخبار الفن والثقافه وما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي بدايه هذه الحلقه سميت بغيت تكلمنا على كره القدم وبالتحديد على كاس العالم. كاس العالم واختيار ثلاث حكمات ولا ثلاث حكام سيدات المشاركه في هذه المسابقه العالميه التي ستنظم بقطر هذه السنه ما بين نوفمبر وديسمبر 2022. يعني المره الاولى في تاريخ المسابقه تم استدعاء ثلاث حكمات، وهنا الفرنسيه ستيفاني خبا والرواندية سليمة موكانساجا واليابانية ياشيمي ياماشيتا. شوفوا أخبار واحدة أخرى في الزابينج. لوزين أعلن عن انطلاق الدورة الأولى من فوست لوزين أيام 15، 16، 17 و18 يونيو بالبيضاء. حدث ثقافي يمزج بين العالمين الصناعي والفني بمشاركة أزيد من 120 فنان. نظرة الفن مهرجان الرقص والفنون البصرية ينطلق فاتح يونيو ويتوصل إلى غاية الخامس منه بكل من المعهد الألماني دوت إنستيتوت، كافيلاسين وهيبا لاب. عروض بين الحركة والصورة، تمزيج بين الجرافيتي، ستريت آرت، الموسيقى والخط بمشاركة فنانين مغاربة وألمان. من بعد غياب سنتين بسبب الجائحة من المتوقع أن يعود البولفار هذا السنة. المنظمون أعلنوا عن رغبتهم في تنظيم هذه الدورة لكن الأمر يتوقف على الميزانية والشركاء. للتذكير آخر دورة من البولفار نظمت من 13 إلى 22 شتنبر 2019. مراكش تحتضن لا ماروك فاشن ويك من 2 إلى 4 يونيو من تنظيم لوريونتال فاشن شو. حدث سيستقبل أزيد من 20 دار للأزياء التقليدية والعصرية وسيعرف حضور عدد من الشخصيات العالمية. مجموعة إيموراجي ومنذ انطلاقها احتضنت عدد كبير من المواهب الشابة، صبحت بحال شي عائلة غادية وكتكبر ما شاء الله وكتفرع، وعندنا الزعر واحد من هاد العائلة. وملي كتكون مجموعة بحال هكا كيكونوا بزاف ديال الشباب اللي كيحلموا أنهم يلتحقوا بإيموراجي، كان نفس الشيء بالنسبة لعندنا الزعر اللي كيقول بأنه كان الحلم ديالو أنه يولي مع هاد المجموعة ويخدم معاها. هو إنسان مجتهد وكيحاول أنه يبدع ويتعلم، غيتكلم لنا على تجربته مع المجموعة ومشاركته في العديد من الأعمال معاهم من خلال هذا الروبورت. سلام، معكم عدنان أزهر على برنامج بوب أب. كنا موحشين بزاف لاصين، موحشين بزاف تلاقاو مع البوبليك، موحشين نلعبوا قدام بوبليك ديال المغرب كامل اللي واعر واللي كان ديما الصراحه كيكون معنا في كاع لي دات اللي كانوا قبل كورونا ولا حتى دابا اللي مورا كورونا. كنقول لهم بقاو تجيو بزاف. مرحبا بكم. سبيكتاكل لوزين هو واحد المصنع ديال الضحك، يعني من هنا كيتصنع الضحك، من هنا كنكريو واحد لي سيتوياسيون اللي كيكونوا كيضحكوا. علاش فكرت ندير الضحك في الاول؟ الصراحه من صغري كنت كنمشي للمخيمات بزاف، وكنا كنت انا وخويا الصغير كنا كنديروا دي سكيتش 8 سنين 9 سنين وحنا كنطلعوا في ليسين في المخيمات. دونك فيما كاينه شي سين وشي حاجه عيطوا لعدنان ويحيى راه ما غايجيو يطلعوا صافي. ومن تما بقى غدا ما كنلعبش دي سكيتش، كنلعب دي سيتوياسيون كوميك، كنلقى فيهم راحتي اكثر من لي سكيتش. جربت لعب دي سكيتش سيتوياسيون، سي بحال واحد لا بيس اللي كتكون في التياتر، ماشي ان سكيتش وان مان شو منك البوبليك. دونك ديما كنبغي ان سيتوياسيون فين تلعب، فين تهضر، فين تمثل اكثر من ان سكيتش. والسكيتش كيستريس اكثر زعما، عاوتاني كل واحد فين كيلقى البليزير ديالو. بحال مثلا الدراري كيلقاو البليزير ديالهم في سكيتش، انا كنلقى في سيتوياسيون شويه في الرياليزاسيون في الكتابه. ملي كنكتب ان بروجي ولا ملي كنرياليزي ان بروجي وكنجلس نمونتي، البليزير اللي كنلقاه كنلقاه اكثر من ملي كنلعب ان سكيتش ولا شي حاجه بحال هكا. باش تضحك المغاربه هي اصعب حاجه، حيت المغاربه واحد الشعب اللي كيضحك بزاف، اللي غير مع بعضياته كيموتوا بالضحك. دونك غير البوبليك اللي صديتي عليه في لاسين راه كل جوج غيخلقوا لك سيتوياسيون بوحدهم. دونك باش تضحك، باش دير الضحك اكثر من داك الضحك اللي كيضحكوا الناس، هذا هو اللي صعيب شويه. كاينه واحد الانكدوت اللي طرات في ايموراجي في كازينو دو باري. في باري واحد النهار كنا صافي، كنا كاينين في باري، كنا واجدين باش نمشيو نلعبوا سبيكتاكل في العشيه، كنكتشفوا ان الديكور اللي غنلعبوا به ما كاينش. كان عندنا كونسيبت ديال ايموراجي داركم، دونك كان عندنا كونسيبت ديكور ديال دار مغربيه وداك الشيء. دونك خصك تقلب على زدادر مغربيين وسط باري، باقي لك ساعتين باش يبدا الشو في باري وسولد اوت، بايعين لي تيكي، بايعين كل شيء وما كاينش الديكور. دونك تقاتلنا داك النهار، كل واحد شنو جاب، اللي كيعرف خالته، اللي كيعرف عمته، كل واحد منين جاب شي حاجه وطلعنا ديك النهار. يا سبيكتاكل داز واعر، اوعر سبيكتاكل داز في لا تورني اللي كانت برا. ان شاء الله دابا كنبريباري الكونسيبت الجديد اللي غيكون في الانترنيت حتى هو. ابار سا كاينين لي كونسيبت مع ايوب إدري، مع سعيد وادي، مع كاملين غنديروا دي كونسيبت ان شاء الله ونكون لغية في هاد لي كونسيبت. كلكم كتعرفوا جالس في القهوه 24 ساعه على طول الاسبوع يناقش معاك اي موضوع، الا كتعرفوا طاقي والخبره طور.
بداية الحلقة تكلمنا على كأس العالم لكرة القدم وعلى ثلاثة الحكمات اللي غادي يشاركوا فيه. ما يفوتنيش كمغربية أنني نحيي الحكمة بشرى الكربوبي اللي قادت نهائي كأس العرش وكانت أول حكمة كتقود نهائي عربي، فنتمنى أننا نشوفها في الدورات القادمة من كأس العالم. بشرى الكربوبي اللي تألقت خلال نهاية كأس العرش وخذت قرارات حاسمة. شكرا لكم على متابعة البرنامج، نتمنى أنكم تكونوا قضيتوا معنا وقيتة زوينة. إذا بغيتوا تشوفوا الحلقات السابقة ما عليكم إلا تمشيوا لموقع قناة الثانية دوزيم.مور على الأبليكاسيون ماي دوزيم. سلامة. We'll be right back.